صاحبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشتبهينا الكرام، كنتمنى من الله كلشي يكون بخير وعلى خير وبصحه جيده. مباشره من مدينه تمارا، عمليه تحرير الملك العمومي متواصله بمدينه تمارا، ولعل الانطلاقه كانت بالمقاهي المتواجده بشارع مولاي علي الشريف. اي واحد غيكون طالع مع الطلعه ديال الشيخ الضاوي فغادي يلاحظ انه اغلب المقاهي بدون استثناء اقصى اليسار واللي تابع للملحقه الاداريه الثانيه، فكنشوفوا البيشان كلشي تحيد، هذاك الحديد اللي في لاطيراس وهذا فكلشي تحيد الحمد لله. غادي نشوفوا شوارع ان شاء الله في مستقبل الايام غتكون شوارع عملاقه، شوارع ممتازه. فكنشوفوا العمليه ديال الازاله ديال الضلاكيت ومجموعه من الامور اللي دايرين الناس ديال القهاوي. نتمنى من الله الخير والتيسير للجميع، ونتمنى من الله دار شي حاجه اللي هي عمليه تفاديا يعني للخسائر، كما كنعرفوا جميعا ان هادشي كيكون مكلف. وهذا الناس اللي كانوا دايرين داكشي غير البيشان وهذا راه حيدوا، الناس اللي دايرين الطلاكيت والفيسات وهاد المسائل فراه كيحاولوا ما امكن يحيدوا داكشي هذا. وبالنسبه للناس اللي جاوا في الجهه اليمنى فكذلك العمليه ديال تحرير الملك العمومي غادي توصلهم ان شاء الله. فكما قلنا مع القدوم ديال السيد الوالي ما كان غير العمل ثم العمل، وكنوهوا بالمجهودات الكبيره اللي كيقوموا بها القياد ديال الملحقات الاداريه. فالله يسخر الامور للجميع مع العمليه ديال الهدم ومع العمليه ديال تحرير الملك العمومي، هناك مجهودات كبيره. نتمناو من الله الخير والتيسير للجميع، هادشي اللي كنتمناو. لنا عوده في التفاصيل ان شاء الله فيما يتعلق بتحرير الملك العمومي، وكلنا شفنا السيده القائده السعديه، وغادي نوافيكم بعض اللقطات ديال ابرز عمليات الهدم اللي شملات لا من قهاوي لا من امور اللي هي عشوائيه. فالله يدير الخير للجميع، ونتلاقاو في فيديوهات جداد. تهلاو ليا في راسكم والسلام عليكم. عندك يدك، عندك يدك، إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.